تعالوا نرجع تاني لحي الأسمرات ونعرف بقى تفاصيل الحياة وتفاصيل الإفطار وبهجة الناس النهاردة وهم بيحضروا إفطار الأسرة المصرية. مهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، مساء الخير يا فندم. مساء النور على معاليك، وكل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك وحشانة كتير والله. الله يخلي حضرتك. كان نفسي أفطر معاكم النهاردة مع الناس الجميلة دي إن شاء الله المرة الجاية. مهندس حسن، كلمنا عن، أنا عايزة تكلمني عن تفاصيل حياة الناس، إزاي اتغيرت التفاصيل، إزاي الناس دي بقت مختلفة، العائلات، الشباب، حتى السيدات مبتسمات وحاسين إن هم راحوا في حياة تانية وبقوا بينتجوا وبيشتغلوا وولادهم عايشين عيشة أفضل، كلمني عن ده. والله معليك، انا قبل ما ابدا حديثي مع حضرتك بقول للسيد الرئيس يكفيك فخرا وشرفا للوف امام المولى عز وجل مشروع الاسمرات بخلاف المشروعات الباقيه كلها كهنم. النهارده عندي 18300 اسره شاف كهنم، كلهم عايشين هي الحياه اللي كل بني ادم في الدنيا بيحب ينتقل منها اللي اليها. النهارده الست كانت بتقول التعبان والعقرب كان بيطلع يقرص ابني يموته قدام عينيه مش قادر اعمل حاجه. النهارده معاليك بقى لنا 7 سنين السلوك تمام، انطبق عليهم الناس في غايه الجمال اللي في الدنيا، سمعوا كلامنا. النهارده لغايه دلوقتي ما فيش حد فكر يغير لون البلكونه. النهارده مشغلين السيدات داخل الاسمرات، عندنا 1400 سيده بتعمل داخل الاسمرات، بنصدر سجاد يدوي حرير لاسبانيا وامريكا من الاسمرات، بنصدر ملابس داخليه للاطفال لالمانيا بقى لنا 38 شهر، بنصدر سبح للمملكه العربيه السعوديه، كل ده شغل ابناء الاسمرات. فضلا عن كده بيطلع مننا 34 باص يوميا بيطلعوا المنطقه الحره لعمل السيدات في معظمهم مصانع ملابس. اجبرنا اصحاب المصانع برضو انهم يعملوا حضانات يستحب اطفالهم عشان ما فيش حاجه توقفهم عن العمل. ودايما وابدا بقول ان الست بتاعت الاسمرات تاج على راسي. ست هي مش ست طبيعيه، ست عايزه تشوف عيالها في احسن حال. النهارده حضرتك الحضانات عندنا 1370 طفل في الحضانه، الست متضرره وهي جايه بتكلمني بضرر وبتقول لي يا حسن بيه بنتي عندها 4 سنين بطلت تخلينا ندخل الشيبسي والكاراتيه والاندومي البيت، يعني معناها ان اي ماده حافظه منعتهم الطفله ال4 سنين خلاص بتتعلم الطفله وبقت عندها وعي. فده فندم اكبر مستهدف لينا، ان النهارده الطفل بدا يغير في سلوك الكبير. صحيح. النهارده عندنا 4000 طفل بيمارس النشاط الرياضي داخل ملاعب الاسمرات، وعمل اخذنا بطوله الجمهوريه 4 سنين ورا بعض في الكونغ فو بابناء الاسمرات. عندكم دورات رمضانيه؟ عندنا دورات رمضانيه، ده الدوره بتاعه المحافظه كلها بتتعمل في الاسمرات. تمام. عندنا حاجه تانية، عندنا قصر الثقافه المعالي، قصر الثقافه الهيئه العامه لاصول الثقافه عامله معانا شغل ما نحلمش بيه ابدا. النهارده الاطفال هم كان عليهم شويه غبار، والهيئه العامه لاصول الثقافه نفضت الغبار ده. النهارده عندنا رسامين، عندنا اولاد مسرح، عندنا شعر، عندنا القاء، عندنا كل ما انت تتخيليه حضرتك. النهارده عايزين حضرتك تزورينا مره بس يا شاب كامل. اكيد اكيد والله. وتشوف الدنيا عامله ايه عندنا. أكيد. ومستوى الناس بقى ازاي، والولاد مساكين هم ما لقيوش حد زمان ياخد بايديهم، اغفلهم 4 رؤساء دول سابقين لغايه لما تداركهم السيد الرئيس خلوهم يبنوا في اماكن ذات خطوره دامه وجيولوجيه، لغايه لما تداركهم السيد الرئيس وجابهم في مكان حتى المكان ما كانش اختيار عشوائي، ده في افضل اماكن القاهره كلها المعظم. صحيح صحيح. معليش. فاحنا بقول لحضرتك ما نوفيهوش شكر ابدا، في حاجه تكفيه شكر لانتقال الناس الاهالي، وانا بالانابه عنهم جميعا بشكره وهنفضل نشكره مدى العمر طالما شايفين اجيال جديده جميلة خارج. أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا مهندس حسن الغندور، وأرجوك تنقل كل تحياتنا واحترامنا وتقديرنا لحي الأسمرات ولكل العائلات والأسر المصرية اللي بتشتغل.